Good morning. Today we will solve the homework about studying sine of function. قبل ما ندرس قبل ما نبلش بالحال بس ناخذ شوية ملاحظات. إذا كانت راشونال يعني عبارة عن فراكشن هالطريقة f of x over g of x، دايما لما ندرسها بنحط numerator equal zero والدنومينيتر does not equal to zero. هاي دي إذا كانت راشونال. هلأ إذا كانت أنا اللي عم اشتغلها بدي أدرس إشارتها كوادراتيك، مندخل الكوفيشنت على الكالكوليتر، منطلع الروتس ومندرس الإشارة. إذا كانت الدلتا أكبر من زيرو بيكون جوا الروتس أوبوزيت وبرا الروتس سام. إذا دلتا إيكوال تو زيرو بتكون كلها سام، وإذا الدلتا لس دان زيرو بيكون نو روتس وكلها سام. هلا إذا لينير يعني إذا فيرست ديجري بنحط الأكسات بجهة وبننقل الأرقام على جهة تانية، بس نطلع قيمة الأكس وبدنا نحطها بالتابل. بنبلش بعكس إشارة الأ وعند الروت بنقلب. هاي هي كل القاعدات. والنمبر إذا ظهر معي نمبر أنا وعم أشتغل حسب إشارته، بوزيتيف بيكون بوزيتيف، نيجاتيف بيكون نيجاتيف. وحيمرق معي هلأ آخر تو بارتس حنحكيهم بالتفصيل. حنبلش بأول وحدة f of x equals to x squared minus x minus 1 over minus x squared plus 1. هيدي راشونال اللي فوق النيوميريتر equal to 0 والدنوميناتر does not equal to 0 على طول، لأنه بتصير undefined لو كان هون 0. 2x squared minus x minus 1 كل شي بدي حطه بالتابل بدي طلع له الروتس. 2x squared minus x minus 1 equal to 0 دخلتهم على الكالكوليتر، ال a2 ال b minus 1 وال c minus 1 عطتني الكالكوليتر أول روت 1 وتاني روت ماينس 0.5، بما انه تو روت لحالي بستنتج انه الدلتا كانت بوزيتيف. تاني واحدة ماينس اكس سكويرد بلس 1 لانها بالدنومينيتر تحت قلنا does not equal to 0. هيدي كوادراتيك سكند ديجري طبيعي نقدر نطلعها باي دلتا او باي كالكوليتر، بس قلنا صار على الكالكوليتر اهون. مندخل ماينس 1 ما عندي بي 0 والسي 1 أعطتني x prime minus 1 و x double prime 1. بهاي الحالة بتكون الدلتا كمان positive أكيد. بيجي بدي أرسم التابل x from minus infinity to plus infinity، هول كلهم بدي رتبهم من الصغير للكبير. أصغر شي فيهن الماينس 1، طبعا النيجاتيف كل ما كبر النيوميريكال فاليو لإله كل ما كان أصغر. وعندي هيدي ماينس 0.5 وعندي ال1. حبلش بأول واحد اللي هي 2x squared minus x minus 1، نرجع minus x squared plus 1 وهول الاثنين حيعطوني ال f of x. كيف بدي حط الساينز؟ أول سؤال بتسأله لحالك كوادراتيك ولا لينير، لأنه سكند ديجري طبيعي هيدي شو كوادراتيك. السؤال الثاني شو أعطتني دلتا؟ هيدي أعطتني 2 root 1 وأعطتني minus 0.5، بسفرها على 1 وعلى minus 0.5. لما يكونوا 2 root بتكون جوا الروت opposite وكل المنطقة اللي برا الروت سام. شوفي عندي هون إشارة ال A positive، ال opposite negative وبرا الروت سام. هون سفرناها، هاي المنطقة الجوانية وهاي المنطقة البرانية. منروح على التانية. أول سؤال بنسأله كوادراتيك ولا لينير؟ كوادراتيك لأنه سكند ديجري. شو أعطتني روت ماينس 1 و 1، بس انتبهوا إنه هيدي بالدنومينيتر فهي does not equal. هون على الماينس 1 لاحظوا هاي حرون الكوهية، على الماينس 1 هتكون شيدد وعلى ال1 حتكون شادد. هيدي شو اعطتني؟ اعطتني دلتا بوزيتيف، هيدي دلتا بوزيتيف.
جوا الروت ان شاء الله عندي 100 عمود كلهم اوبوزيت، وبرا الروت شو ما يكون عندي كلهم سام. شو اشارة الايه؟ هاي كوادراتيك والدلتا لها اكبر من زيرو، هاي نفس الحاجة، هاي مجرد ملاحظات يعني. شو اشارة الاي؟ ماينس، جوا اوبوزيت يعني سام، عفوا جوا اوبوزيت يعني بلس، وبرا السام يعني ماينس. الحصيلة النهائية صارت عندي بلس وماينس ماينس، الشادد نزلت، بلس وبلس بلس، الزيرو بتنزل، ماينس وبلس ماينس، عندي زيرو وشادد على نفس الرقم، الأولوية للشادد بتنزلوا الشادد، بلس وماينس ماينس. نروح على التانية، هيا f of x equal x squared minus 16 into now minus x squared plus 2 plus x x squared minus 3x plus 1 minus x plus 7. شوفوا x squared minus كل شيء فوق equal to 0، كل شيء تحت does not equal to 0. x squared minus 16 equal to 0، هيدي quadratic. نحن بنعرف نعمل لها فاكتورايز، بس انا عم بعتمد الكالكوليتر. دخلت على الكالكوليتر 1 و0 ماينس 16، 1 اللي هي الاي، البي ما في 0 والسي ماينس 16، مباشرة اعطتني الكالكوليتر 4 وماينس 4. انا بقول دخلوا كالكوليتر او دلتا، لانه الطالب احيانا اذا هون في بلس بلخبط فيها، فهي اعطتني 2 روت، فاذا الدلتا بوزيتيف. ماينس اكس سكويرد بلس 2 بلس اكس، هيدي مش مرتبه، رتبتها ماينس اكس سكويرد بعدين الاكس بعدين النمبر، لانها سكند ديجري. دخلت على الكالكوليتر ماينس 1 و1 و2، اعطتني الكالكوليتر ماينس 1 واعطتني 2، يعني اعطتني شو؟ الدلتا بوزيتيف 2 روت. خلصنا من النيوميريتر، جينا على الدرمينيتر تحت، اكس سكويرد ماينس 3 اكس بلس 1 does not equal to 0. دخلنا على الكالكوليتر 1 و ماينس 3 و 1، أعطتني 2.61 و 0.38، كم روت هول؟ 2 روت، بس طبعا ننتبه إنه هن شو؟ does not equal، does not equal، لأنه بدهم مني ترتحت. هدول الاتنين معناه الدلتا بوزيتيف. آخر واحدة ماينس اكس بلس 7 does not equal to 0، هيدي لينير، ليه؟ لأنها فيرست ديجري، بس تكون لينير مباشرة بتحطوا الأكسات بجهة والنمبرز بجهة، يعني ماينس أكس does not equal ماينس 7، يعني أكس does not equal لشو؟ ل 7. صار عندي 4 ماينس 4 ماينس 1 2.61 0.38 و 7، هول بدي رتبهم من الصغير للكبير، أكس from minus infinity to plus infinity. أول واحدة هي x squared minus 16، تاني واحدة هي minus x squared plus x plus 2، اللي ورايا x squared minus 3x plus 1، واللي ورايا minus x plus 7، وهاي النتيجة النهائية. بالنسبة للترتيب الروت، عندي بالنيجاتيف minus 7، عندي بالنيجاتيف minus 1 و minus 4، هول نيجاتيف، الماينس 4 طبعا رح يجي بالأول، بعدين رح يجي ماينس 1، هاي خلصنا ماينس 4 وماينس 1، بعدين بيجي 0.38، بعدين بيجي 2.61، انتبه للترتيب شوي، بعدين بيجي 4 وبعدين بيجي 7. نبلش بأول وحدة، x squared minus 16 أعطتني 4 و minus 4، هاي 4 وهيدي minus 4. هيدي شو نوعها؟ هيدي نوعها كوادراتيك والدلتا بوزيتيف، فإذا جوا الروت هاي المنطقة كلها أوبوزيت، والمنطقة اللي برا الروت كلها سام. شو إشارة الـ A؟ بوزيتيف، أوبوزيت يعني نيجاتيف 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 نيجاتيف، وبرا السام صارت بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف. رحنا للي ورايا، نا ماينس اكس سكوارد بلس اكس بلس 2، هيدي اعطتني ماينس 1 و 2 كوادراتيك، والدلتا بوزيتيف لانه اعطتني 2 روت، هيدي اعطتني
ماينس وان. شو أعطتني؟ قلنا كمان أعطتني كمان تو. هنا نحط التو، نسينا نحطه كمان هون التو. وأعطتني تو، هايدي تو. جوا الروت حتكون opposite of a. شو إشارة ال a؟ minus. جوا الروت plus، وبرا الروت شو بدها تعطيني؟ same as a. حطيناها. هلا وصلنا على الدرمينيتر. does not equal يعني شادد. هيدي شو اعطتني؟ 2.61. هاي 2.61 طبعا شادد، و 0.38 شادد طبعا لانه بالدرمينيتر. هيدي كوادراتيك والدلتا بوزيتيف. اشارة الاي بلس، جوا الروت اوبوزيت اوف اي، وبرا الروت طبعا سيم از اي. ماينس اكس بلس 7، هيدي لينير فيرست ديجري. هيدي شو اعطتني؟ هيدي اعطتني 7 بس طبعا شادد لانه بالدنومينيتر. اللينير على طول قاعده وحده، مش مثل الكوادراتيك في ثلاث حالات. بنبلش بعكس الاي، ماينس بنبلش بلس، بنضلنا بلس لنوصل للزيرو او الشادد بنقلب وبتصير سام. الاشارات النهائيه بلس وماينس وبلس وبلس ماينس، والزيرو نزلت. ماينس وماينس هاي بلس، والزيرو نزلت. ماينس بلس ماينس، والشادد نزل. ماينس بلس ماينس هاي بلس، والزيرو نزلت. ماينس 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 هاي ماينس، والشادد بدها تنزل. ماينس وماينس بلس، والزيرو بدها تنزل. بلس وماينس ماينس، والشادد بتنزل. وماينس وماينس بلس نزلت. هيك بتكون النتيجة النهائية. هادي بلس. منروح على التالت. ماينس 4x سكويرد بلس x بلس 3 over x سكويرد ماينس 1. طبعا هاي راشونال. نيوميريتر إيكوال 0، دينوميناتر داز نوت إيكوال تو 0. ماينس 4x سكويرد بلس x بلس 3 إيكوال تو 0. دخلت على الكالكوليتر ماينس 4 1 و 3، أعطتني 2 روت اللي هن، أعطتني 2 روت اللي هن x برايم إيكوال 0.75 و x دبل برايم إيكوال 1. الx دبل برايم 1، والاكس برايم اعطتني 0.75. جينا للي الدورمينيتر اكس سكويرد ماينس 1 داز نوت ايكوال تو 0. دخلنا على الكالكوليتر 1 و 0 ماينس 9، اعطتني اكس برايم داز نوت ايكوال طبعا لانه بالدينومينيتر 3، واكس دبل برايم داز نوت ايكوال لشو؟ لماينس 3. هول بدي رتبهم بالتابل. هيدا التابل اكس فروم ماينس انفينيتي تو بلس انفينيتي. أصغر شي فيهم 0.7 عفوا ماينس 3، بعدين بيجي 0.75، بعدين بيجي 1، وبعدين بيجي 3. أول واحدة ماينس 4x سكويرد بلس x بلس 3، والدنوميناتر x سكويرد ماينس 9، واثنين بيعطوني f of x. بدي أحط الإشارات 4x سكويرد بلس x بلس 3، هيدي كوادراتيك وعطتني 2 روت، فالدلتا greater than 0. شو الروتس؟ خلينا نحددهم 0.75 مع شو؟ مع 1. جوا الروت اللي هي هاي المنطقة opposite sign of a، ال a minus بتصير plus، وبرا بتصير same. ال x squared minus 9 انتبهوا انه does not equal لانه بالdenominator. اعطتني minus 3 طبعا شادت، و 3 شادت، وهي كوادراتيك لأنه سكند ديجري، والدلتا بوزيتيف. هي كوادراتيك لأنه سكند ديجري. أعطتني 2 روت جوا أوبوزيت، وبرا كلهم بيكونوا سام. شو إشارة الأي؟ بلس. أوبوزيت يعني ماينس، وبرا شو بيصيروا سام. ولا منطلع حصيلة الإشارات ماينس وبلس ماينس، والشادد بينزل. ماينس وماينس بلس، والزيرو بينزل. بلس وماينس ماينس، والزيرو بينزل. ماينس وماينس بلس،
والشادد بينزل ماينس وبلاس ماينس وبتكون هاي هي فرق بارديه. هي اول شيء الماينس 5 هيدا نيجاتيف نمبر ما بندرسه خلاص محسوم انه نيجاتيف. 2x ماينس 4 اللي فوق ايكوال 0 واللي تحت does not equal to 0. 2x minus 4 equal to 0 هيدي linear first degree مباشرة الأكسات بجهة والأرقام على الجهة الثانية 2x equals 4. فإذا الأكس شو بتساوي؟ بتساوي 2. خي خلصت. x plus radical 7 كمان linear first degree كمان الأرقام بجهة والأكسات بجهة بتصير الأكس شو equal لماينس radical 7 اللي هي تقريبا minus 2.64. جينا للدنومينيتر minus x squared plus 5x minus 4 هاي كوادراتك. دخلنا على الكالكولاتر minus 1 وminus 5 وminus 4. أنا بكتب على طول إنه شو دخلت على الكالكولاتر للطالب. طلعت مع x prime ما بتساوي 1 وال x double prime does not equal to شو to 4. فإذا هون الدلتا شو كاينة بوزيتيف. جينا نعمل التابل x from minus infinity to plus infinity. هاي هون الروتس اللي بدي حطهم. أصغر واحد minus 2.64 من وراء بيجي ال 1 من وراء 2 من وراء ال 4 منحط ال minus 5 منحط 2x minus 4 منحط x plus radical 7 وعنا minus x squared plus 5x minus 4 وعنا f of x minus 5. هيدا حركز ان هيدا نمبر. شو هيدا النمبر؟ نيجاتيف خلاص محسوم ما بده نقاش نيجاتيف. 2x minus 4 هيدا لينير. اذا بتنتبهوا بدنا ننتبه دايما لينير ولا كوادراتيك فيرست ديجري. هاي اعطتني روت 2 حطينا على 2 0 هنحط على 2 هون 0. اللينير قاعدة واحدة ثابتة منبلش بعكس اشارة الاي بنضلنا أوبوزيت وعند الروت شو بنعمل بتصير سام. x plus radical 7 كمان لينير. شفتوا كيف عم بسأل حالي لينير أو كوادراتيك. شو أعطتني هيدا؟ أعطتني minus 2.64 بعدني بنيومريتر يعني بعدني عم سفرة مش عم بحط شادد. كيف بعمل الإشارات؟ بلش بعكس إشارة الأكس هي بلس بلش عكسها minus بس وصلت للزيرو دغري قلبت وشو صارت سام. minus x squared plus 5x minus 4 هاي الدنومينيتر تحت أعطتني does not equal to 1 أعطتني does not equal to 1 وأعطتني does not equal to 4 وهي دي كوادراتيك لأنه second degree أعطتني 2 root فإذا الدلتا positive. شو بعمل بهاي دي الحالة؟ بهاي دي الحالة بحط جوا opposite sign of A اللي هي plus وبرا same sign as A بتصير minus. النتيجة النهائية للإشارات طبعا بلس ماينس وماينس 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 بلس زيرو نزل ماينس وماينس وماينس هاي ماينس الشادد نزلت ماينس وماينس هاي بلس والزيرو نزلت ماينس بلس ماينس ماينس والشادد نزل ماينس وماينس بلس هيا. هيك بيكون خلص التابل. هلا بصور لكم الحل وببعث لكم إياه. منروح على وراها minus 2 plus 3x 5 minus x minus 7 x squared minus اللي فوق equal to 0 واللي تحت does not equal to 0. minus 2 plus 3x هيدي linear أكسات بجهة الأرقام بجهة وعطتني 0.66. 5 minus x هيدي linear كمان لأنه degree 1 أكسات بجهة وعطتني x equal 5. الماينس 7 هيدا نمبر اشارته نيجاتيف محسوم x squared minus 4x plus 1 هاي بالدنومينيتر تحت بالدنومينيتر فحطينا does not equal to 0 لأنها كوادراتيك. دخلنا على الكالكوليتر 1 minus 4 1 وأعطتنا x prime equals 3.73 و x double prime does not equal 0.26 two roots. لنرسم التابل تابل حيكون طبعا من الصغير للكبير. أصغر شيء عندي هون باللي تنتبهوا الماينس 7 هيدي منا روت هيدي كوانتيتي بدها تنحط هون. عنا أصغر شيء 0.26 بعدين 0.66 بعدين عنا 3.73
بعدين عنا 5. حطينا الكوانتيتيز، بعدين اجى عنا 5 ماينس اكس، بعدين ماينس 7، بعدين اكس سكوير ماينس 4 اكس بلس 1، وبعدين النتيجة النهائية اللي هي الاف اوف اكس. كيف بدنا نحط الاشارات؟ اول سؤال قلنا بنسأله لحالنا لينير ولا كوادراتيك، هاي لينير لانه عنا اكس. بنبلش شو اعطتنا روت 0.66، هاي حطينا روت. اللينير قلنا بنبلش بعكس إشارة الآي، انتبهوا هيدي مش مرتبة، هيها الآي بعكسها وعند الروت بنقلب. هيدي كمان 5 ماينس اكس لينير لأنه فيرست ديجري، كمان أعطتني 5 الروت، هيدي أعطتني 5، بجي على 5 بحط 0، كمان لينير بعكس إشارة الآي، هيدي مش مرتبة هيها الآي عكسها 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 عند الروت بقلب. الماينس 7 هيدا نمبر اشارته نيجاتيف، وهيدي اكس سكوير ماينس 4 اكس بلس 1 هيدي بالدنومينيتر اعطتني 3.73 شادد عليا، و 0.26 شادد عليا. جوا الروت هيدي كوادراتيك طبعا، الدلتا لها بوزيتيف، جوا الروت اوبوزيت ساين اوف اي، يعني الاي بوزيتيف، جوا الروت نيجاتيف وبرا السام. الحصيلة النهائية للإشارات صارت ماينس وماينس بلاس، الشادد نزل، ماينس الزيرو نزل، ماينس وماينس بلاس والشادد نزل، ماينس والزيرو نزل وبلاس، وهيك بتكون خلصت. اللي وراها ماينس 2 انتو 4 ماينس 9 اكس سكويرد على ماينس 3 اكس سكويرد بلس 4 اكس ماينس 1. كمان الماينس 2 هيدي كوانتيتي نيجاتيف نمبر، هيدي كوادراتيك دخلناها واعطتني 2 روت ماينس 0.66 و 0.66 فالدلتا جريتر دان 0، واللي تحت داز نوت ايكوال تو 0 دخلناها اعطتني 0.331، وطبعا داز نوت ايكوال لانها بالدنومينيتر، وحندخل الارقام من الصغير للكبير. أصغر شيء عنده minus 0.66، وراء بيجي 0.33، وراء بيجي 0.66، وبعدين 1. حطينا أول شيء minus 2، بعدين 4 minus 9 x squared، هاي مش مرتب انتبهوا، بعدين minus 3 x squared plus 4 x minus 1، بعدين ال f of x. الماينس 2 هيدا نمبر، شو اشارته نيجاتيف، هو صار محسوم نيجاتيف. هيدي كوادراتيك اعطتني ماينس 0.66 و 0.66، هيدي لونها شوي ماينس 0.66 و 0.66، هيدي كوادراتيك سكند ديجري، الدلتا بوزيتيف لانه 2 روت، طلعوا مش مرتبة، هيها إشارة الـ A minus لحد الـ X squared، جوا opposite وبرا سام. هيدي كوادراتيك بس موجودة بالدنومينيتر، أعطتني 0.33 بحطها شادد، والـ 1 رح نحطها شادد طبعا، وبتصير هيدي 2 root جوا هيدي minus جوا opposite يعني سام يعني plus، وبرا عفوا سام يعني minus. بتصير الإشارات النهائية ماينس الزيرو نزل، بلس الشادد نزل، ماينس الزيرو نزل، بلس الشادد نزل، وهي ماينس. part i f of x equals minus x squared، هاي طبيعي جوا الفوق equal to zero، اللي تحت does not equal to zero. عملنا minus x squared plus 5 equal to 0 أعطتني 2 root x prime minus 2.23 و x double prime 2.23 و 3 x squared plus x plus 4 كمان دخلت على الكالكولاتر 3 و 1 و 4 أعطتني x prime minus 0.16 و x double prime 0.16 2 روتس، ماينس اكس سكوارد ماينس 1
اعطتني نو روتس الكالكوليتر، انا اكيد اعطتني اي اور هاي. هون دخلنا على الكالكوليتر ماينس 1 0 ماينس 1. هلا حرتبهم، شوفوا كيف الشغل هون بيكون. اكس من ماينس انفينيتي تو بلس انفينيتي، حنرتبهم من اصغر شي ماينس 2.23، بعدين ماينس 0.16، بعدين 0.16، بعدين بيجي عندي 2.23. حطينا أول كوانتيتي، حطينا تاني كوانتيتي، حطينا تالت كوانتيتي. انتبهوا للتالتة، هيدا اف اوف اكس. أول شي هيدا ماينس اكس سكوير بلس 5 أعطتني روتس ماينس 2.23 و 2.23، تو روتس. السؤال شو قلنا بنسأل حالنا، كوادراتيك ولا لينير؟ هاي كوادراتيك سكند ديجري، جوا اوبوزيت اوف ايه الاي ماينس، جوا الروت اوبوزيت وبرا الروت سام. كمان سؤال، هيدي كوادراتيك ولا لينير؟ كمان كوادراتيك، هيدي كوادراتيك. شو اعطتني؟ ماينس 0.16 0.16، هيدي الايه لحد الاكس سكويرد بلس، جوا الروت اوبوزيت وبرا الروت شو؟ سام. اللي تحت ماينس اكس سكويرد ماينس 1 هيدي كوادراتيك، بس هاي الدلتا لإلها شو؟ لس ذان زيرو، طلعت نو روت، طلعت نو روت. لما تكون نو روت شو بتكون الدلتا؟ نيجاتيف. طبعا هون ما في روت لإلها، لا بنصفر ولا شادد، ما عنا شي، بس بتكون كلها سام ساين از ايه. شو اشارة الاي ماينس؟ بتكون كلها سام. انتبهوا لانه الدلتا نيجاتيف بتكون كلها سام. طلعنا على الاي لقيناها ماينس، صارت كلها شو؟ ماينس. بنبلش ماينس وماينس، بلس زيرو نزل، ماينس زيرو نزل، ماينس وماينس، بلس زيرو نزل، ماينس زيرو نزل، وهي بلس. اللي وراها اف اوف اكس ايكوال 3 اكس سكويرد ماينس 4 اكس بلس 1 على اكس بلس 1 اول سكويرد. هون انا بس بتركزوا معي شوي، هيدي عادية، اللي فوق equal to 0 واللي تحت does not equal to 0. 3x squared minus 4x plus 1 دخلنا على الكالكوليتر 3 و minus 4 و 1 اعطتني x prime 1، اعطتني x double prime 0.33، فاذا الدلتا كانت positive. اللي تحت هاي بتهمني x plus 1 all square. انتو لقدام بالدروس حتصيروا تشوفوا كتير بالدرومينيتر تحت كمية كلها سكوير. أول شي لأن سكوير هيدي خلص محسومة إشارتها بالتابل بوزيتيف، لأنه كل شي مرفوع لباور إيفن إشارته بوزيتيف. بس طبعا في روت، يعني في مكان هيدي بتعطي زيرو، هي الشي الوحيد اللي ما بتعطيه هو النيجاتيف. فبعمل راديكال بوس سايد بتروح السكوير، بيبقى أكس بلس 1، بيبقى أكس بلس 1 does not equal to 0. فإذا x plus 1 all square does not equal to 0. شلنا السكوير، في ناس بفككوا، طب افرضوا 4 افرضوا 6، خلص اعتمدوا، شلنا الباور، يعني عملنا راديكال بوست سايد، صارت x plus 1 ما بتساوي 0، صارت x ما بتساوي شو؟ minus 1. طلعناها امتى؟ امتى 0؟ يعني عوضوا minus 1 هون، minus 1 plus 1 هي بتعطي 0، بس كإشارة محسومة بوزيتيف. ليه؟ لأنها سكويرد. هلا انتو لو فككتوها بتكون كوادراتيك والدلتا بتكون ايكوال زيرو سام ساين از اي، والاي بتكون بوزيتيف. بس خلص لا تفككوا ولا شيء، لمجرد سكويرد هاي محسومة بالتابل شو؟ بوزيتيف، محسومة انها بوزيتيف. ما بيأثر، جديد شوي بس بكرة بتستسهلوها، ما بتصير صعبة. عنا ماينس 1 أصغر شيء 0.331، عنا 3x سكويرد ماينس 4x بلس 1، وعندنا x plus 1 all square، وهي ال f of x. هلا هيدي اعطتني 2 root 1 0.3، هاي 1 0.3، جوا opposite هي plus، جوا opposite يعني minus، وبرا السام يعني plus. هيدي ليه؟ لانه الدلتا positive وهي quadratic. x plus 1 حاكتب لكم حدا، انا هيدي squared، هيدي كمية مرفوعة squared، شفتوا؟ احسموها انها بوزيتيف خلاص، بس على الماينس 1 بدي احط شادد، يعني هيدا الروت بدي احط شادد كاشاره، لا تقلب ولا تعمل، لمجرد هي سكويرد. شفتوا حطيت لكم ملاحظه انها سكويرد، طلعوا شو عملت؟ محسومه بوزيتيف. كل شيء سكويرد محسوم بوزيتيف. ممكن يكون زيرو لانه له روت طبعا، بس كاشاره هو بوزيتيف،
ومنشوف وين الروت. بلس مع بلس بيعطي بلس، الشادد بتنزل بلس، الزيرو بتنزل ماينس وبلس ماينس، الزيرو بتنزل بلس وبلس أعطت بلس. الأخيرة على نفس المبدأ هيدا عملنا اكس سكوارد ماينس 3 اكس بلس 2 لفوق ايكوال 0 لتحت. لاحظوا هحوق لكم هي، شوفوا الكمية كلها شو معمول لها سكوارد. هيدي خلص محسومة شو بوزيتيف، ما في نقاش فيها. فبيجي بقول له اكس سكوارد بلس 3 اكس بلس 2 ايكوال 0، هيدي كوادراتيك. دخلت على الكالكوليتر الروت اللي هن 1 و 3 و 2، طلعوا معي اكس برايم ماينس 1 واكس دبل برايم ماينس 2. هي هون ماينس 1 وماينس 2 فدلتها شو بوزيتيف. اللي تحت ماينس اكس بلس 1 اول سكويرد، انا شو قلت اول سكويرد، هيدي اشارتها محسومه بوزيتيف، بس هي احتمال تكون زيرو على اكس معينه. احنا بنقول اي كميه سكويرد بتكون بوزيتيف اور زيرو. هيدي طبعا انا بالدنومينيتر قلنا داز نوت ايكوال ماينس اكس بلس 5 داز نوت ايكوال تو زيرو، عملنا راديكال خلاص شيلوا الباور. بمعنى تاني ماينس اكس بلس 5 داز نوت ايكوال تو زيرو، ماينس اكس داز نوت ايكوالز ماينس 5 واكس داز نوت ايكوال تو 5. هلا لما جينا نعمل التيبل اكس فروم ماينس انفينيتي تو بلس انفينيتي، رتبنا من الصغير للكبير، حطينا اكس سكوارد بلس 3 اكس بلس 2، حطينا ماينس اكس بلس 5 اول سكويرد، وهي الاف اوف اكس. اول سؤال طبعا هيدي كوادراتيك، اعطتني 2 روت، فاذا الدلتا بوزيتيف. اعطتني ماينس 1 وماينس 2، هاي ماينس 1 وهيدي شو ماينس 2، لانه الدلتا بوزيتيف جوا الروت اوبوزيت اوف اي وبرا الروت سيم از اي. هلا هيدي شو بدنا نقول عنها؟ انتو جاوبوني. هيدي كلها سكويرد، يعني هاي حطيت لكم ملاحظه انها سكويرد. السكويرد شو قلنا اشارته؟ في نقاش معقول شي سكويرد شي مره نحط نيجاتيف هون؟ لا، بس شو الكميه كلها سكويرد؟ ما حدا يقول لي فوق في سكويرد، هيدي الكوانتيتي كلها سكويرد. بس هون على الفايف اعطتني داز نوت ايكوال، بنحط الشادد بس. هاي هي الفكره، بتصير بلس وبلس بلس ماينس وبلس ماينس بلس وبلس بلس، شادد نزلت هاي بلس. يعني صح اخذ وقت طويل الوظيفه، بس هيدي بتشرح لكم مبادئ كتير. يعطيكم العافيه.